بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي
بالحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العظيم.